دائما الناس بتشتغل في الانترفنشنال بيولوجي وافتح مجال ونسبة الغرب يوم بعد يوم وان شاء الله يعني يحط افضل هو راي الانترفنشنال بيولوجي في مصر. شكرا حسين على الفضيله طبعا الجميله دي. طيب احنا النهارده هنتكلم عن ال الفاستر اكسس تحديدا الاي فاستر وهنتكلم على ال الفيزيكال اكزامينيشن بتاعها الفحص اللي ممكن نعملها جيرم دايلسيس على الماشين او اليونت يعني ثم نصورها بعد كده بال انتراك تست اند بوسبل سامبلج اللي ممكن يتعمل الانجيو و معانا النهارده طوم بيشنز طوم دايس بيشنز عامل ايه فيسترا هنبراكتس عليه الفيزيكال ساينس دي وهنبدا مع بعض الدكتور ايفالويشن العمليه بتاعته. اوكي ده كده اوفر فيو سريع كده. احاول طبعا اعمل لكم تعليم فمش هنجري في السلايد قدر الامكان. طيب ايه البلان بتاعتنا اللي احنا عايزين نعمله؟ نتعرف الاول على الديفينيشنز يعني ايه كلمه مونترنج وايه كلمه ريبيرنس دي هنلاقي التيرمز دي موجوده في الكلوك جايد لاينز. اوكي باختصار شديد هو الكلام ده كله معنى كلمه مونترنج فيزيكال اكزامينيشن. اوكي المقصود بينا ان احنا المفروض ان احنا روتينلي الفيزيشن يعمل فيزيكال اكزامينيشن الفيستولا دي اتليست مره في الشهر اتليست طبعا يفضل مره كل اسبوع. بالنسبه للسربيلنس يعني ايه؟ هو السبيشال تاس اللي هنعملها علشان نشخص المشاكل دي، واحنا بالنسبه لنا هيبقى هو ايه اهم تول بالنسبه لنا هو طبعا هيكون الالترا ساوند، الدكتور الالترا ساوند. اوكي؟ واخر حاجه بقى هو الدايجنوستيك تيستنج ده المقصود بيه الانجيوجرافي. لو لقينا ان في عيان عنده مشكله في الفيزيك الاجسام او بالدكتور ومعاه حاجات ثانيه كده غالبا هيحتاج العيان ان هو يعمل انجيوجرافيك ايفالويشن وذر بقى التريتمنت هيبقى بالانجيو بالباستر بروسيجرز يعني او بالسيرجري بس هو غالبا العيان بيحتاج دايجنوستيك انجيو عشان نشوف المشكله في معظم الاحيان. طيب المين جول طبعا في ابنورماليتيز كتير هنشوفها دلوقتي ممكن تحصل في الباستر اكسس لكن احنا بالنسبه لنا المين جول بتاعنا انه ما يحصلش الفيستر تقف صح؟ ما يحصلش ثرومبوزس والسبب الرئيسي اللي بيعمل الثرومبوزس ده ستينوزس غالبا بيكون حصل سم سورت اوف ستينوزس في الفيستر نفسها او ممكن احيانا في الانفلو بتاعها يعني درج او اي نقطه من الار فلو بتاع الفيستر طبعا في الفيستر احنا سيبت اللي موصل ار في الفين فالار ده بالنسبه لنا هو ده الانفلو تمام؟ ثم بعد كده الانستموزس مالناش دعوه بيها ثم بعد كده بيبتدي في باطن الفيستولا ثم بعد كده اوت فلو وصوره بقى للسنتر فينس مظبوط؟ فممكن الاستموز يحصل في اي حته من اول الانفلو جاست جنب الاستموز يعني جوه الاكسس نفسه جوه الفيستولا نفسها او اي نقطه في الاوت فلو وصولا لغايه السنتر فينس تمام؟ اي حته من دول يحصل فيها استموزس مشكله الاستموزس ان هو مع الوقت هيبتدي يعمل انفلوس الباك فلو الفيستولا مع بوت الباسترو جوه الفيستر بتبتدي تحصل ثرومبوزس. فاحنا الهدف من الاكزامينيشن بتاعنا ده ان احنا بنحاول ندور على الساينز اللي هي بتبتدي تقول ان في عندنا بوادر ستروز موجود. طيب ده الكلوك جايد لاينز طبعا مش هنعرف الكلام ده كله انتوا ممكن تبقوا تقروه براحتكم في البيت لكن هو الكلوك جايد لاينز بالنسبه عموما للباسترو اكسس هتتقسم طبعا الفيسترا والجرافس. طبعا هو بره في امريكا في استخدام كان كتير شويه للجرافس هتكون حاطين جرافس في الاول احنا بالنسبه لنا طبعا وبالنسبه للعالم كله الفيستولا طبعا هي دي اللي ماتش بالكومن عموما الاثنين تقريبا حاجه واحده باختلاف بسيط بين الجايد لاينز دي بالنسبه للفيستولا او على الجرافس المونتنج زي ما اتفقنا هو الفيستولا اكزام تمام وزي ما اتفقنا ان في وجه يعمل اتليست مونتري تمام بالنسبه للسيرفيلنس في حاجات كثيره ممكن نعملها يمكن الحاجات اللي هي الهاندي اللي موجوده عندنا هو موضوع الدوكس اوف ساوند وده زي ما انتم شايفين ده بريفيرد خلاص زائد ان احنا ممكن نعمل ايفالويشن للفينس بريشر انا عارف دلوقتي الفينس بريشر ده سواء في طريقتين الاس دي مو ستاتيك فودايناميك هنتكلم عليهم بسرعه دلوقتي
الكلام بيسكلي هو ال ال بالفرد سفيرنس بالنسبة لل بالنسبة للجسم نفس الكلام بالضبط، بس هو ال الفرد والأكسسوار اللي غيره بس هو بالنسبة للجسم الفيزيكال فايندينجز أهم من الديستراش. لو كنا خلنا بالنا في الكرافت دي رجل تشوف فالفيزيكال فايندينجز ممكن أحيانا تبقاش ظاهرة فيها أوي، فالفينس بريشر والتشينجز في البريشر بتبقى أوضح أكتر مع الجراف عن الفيسترا. بالنسبة للفيسترا الفيزيكال فايندينجز هي اللي هي الأولوية عن الفينس بريشر، ده بس الفرق الوحيد بالنسبة للجراف فايندينجز بين الفيسترا والجراف، لكن في معنى ذلك الكلام كله مقرر. طيب سريعا كده ايه هي بقى الكلينيكال فايندينجز اللي احنا نتوقع ان احنا نلاقيها في البيشنت اللي انديكيت ان في مشاكل؟ طبعا احنا بنركز هنا في الفايندينجز دي اكتر حقيقه على موضوع الاسترويد زي ما اتفقنا، هي ده المين بروبلم، لكن طبعا في مشاكل كثيره ممكن تظهر. يمكن اكتر مشاكل شيوعا ان يكون في انيوريزم، اقصد انيوريزم موجود في الفيسترا، لما تلاقي في كده ايه زي كوره كده او سوالين كده موجود في الفيسترا، تمام؟ نتكلم عليه. المشكلة الثانية infection طبعا، والinfection ده لازم طبعا نحدد كيف superficial أو deep وازاي هنتعامل مع الinfection ده. اوكي في مشكلة برضه بتحصل كتير بالذات في الناس الدايبيتك أو عندهم peripheral vascular disease أو old age، موضوع الستيل كيف تجد العيان بيشتكي بالبين during the session. كيف هي دايما المفروض هنسأل العيانين سريعا كده بالhistory هل يا ترى في pain during the session ولا لا؟ ابتدى الموضوع يزيد high grade ستيل ممكن يوصل موضوع هاي بالبين ديورين حتى في الاثنين دراسة ستاشنز او اتراست، تمام؟ ثم بتجي في حوار تشينجز وتبقى تسعى كده وتزرق وحاجات زي كده ووصل الموضوع اب تو غانجرين، تمام؟ فقصة الستيل دي مهمة ان هي تو بي بيكت اب وان هي تو بي كوركتد ايميديتلي. في طبعا ليست كبير للسيرجريز اللي بتتعمل عشان الكوركشن اوف ستيل، ممكن اشهرها هي الدريد، لكن طبعا ايه بس الفكره دور البروجكت في القصه دي هو طبعا هو تو بيك اب مشكله الستيل دي. اوكي الناس طبعا الناس اللي بتحكي معايا خاصه طبعا عاملين شغاله بنوصل ان خلاص لا المفروض ان احنا ناخد بالنا من قصه الستيل. ثم وصولا بقى طبعا لمشكله ان الكسر تكون ضعيفه او مش شغاله او ان يكون فيها ستيلوزيس، خلاص دي هي اهم ساينز اللي بتعبر عن القصه دي. اول حاجه طبعا ناخد بالنا منها اذا كان في سوالينج او كولاترالز ظهرت اللي دراع العين كله وارم. في حد فيكم شاف المنظر ده؟ كم واحد تقريبا شاف المنظر ده؟ اوكي يعني تقريبا نص القاعة اتليست شافوا ان تمر عيان دراعه كله وارم او في كولاترالز برومنت كولاترالز ظاهرة. بس دي تقريبا اولموست سيرتنلي انديكيت على طول ان في سنترال فين ستروز، هو ده اللي بيعمل المنظر ده، تمام؟ الحقيقة في الحالة دي الدكتور مش هيكون ليه دور قوي لانه دي برضه كومن ايرور بيحصل احيانا ان العيان ده بيتباعد. طبعا احنا كده كده هنعمله دكتور عشان نبص على الفلو مفيش مشاكل نطمن ان الفلو ماشي كويس، لكن مش هيشخص المشكله فين لانه احنا في سبتيلينز والرامنس والحاجات دي كلها كويس في الكلاسيكال، وهنا صعب قوي ان الاخر ساوند يقدر هو شخص مشاكل الفلو هنا. دي يبقى تقريبا الحل الوحيد اللي تشخصها هو الديوجرام او الانجيوجرام. لما تبتدي مع الوقت الفلو يضعف في الفيسترا ممكن يحصل فيكوت بروبي او في بروم بليدنج بعد ما يصير ليفر. طبعا ممكن يكون ليها اسباب ثانيه، ممكن ضغط يكون عالي قوي، ممكن يكون عيان جاب مثلا اسبرين او هيبرين زياده او حاجات زي كده، لكن كتير احيانا ممكن يكون سيمبل ان الجلس بريشر عالي قوي من السيروزز، عشان كده من كتر الضغط هو عالي جوه الاكسس فبتدي يعني ينزل منه كتير. فدي كلها حاجات ممكن انها تبقى تو بي نوتد وناخد بالنا منها. سبيشلي لو قصه ريزيستنت، يعني عارفين لو مره جت مره كده ما يجراش حاجه، لكن لو جت اثنين ثلاثه ورا بعض عمال عمليه تتكرر كده هنبتدي نشك ان في دلوقتي مشكله في الفيسترا. طبعا ديفيكولت وذ ريبليسمنت ده برضه من الحاجات اللي بتقول غالبا ان في انترا اكسس كلوزز موجود، او احيانا بتكون عمليه سيمبل هي ديب شويه، وده برضه هيحسب لنا القصه دي بالظبط بس هنشوف كمان شويه. ممكن كان فعلا في ستروزز في العمليه ولا سيمبل ان العمليه 2 دي، ودي كان المفروض الحقيقه اللي القصه دي هتتحسن لو احنا عملنا بين بانكينج كويس قبل العمليه، او عملنا بعد ما حصل ماتوريشن عدنا تاني الدكتور ونطمن دايما انه العمليه وهم اكسبتبل دبس من السكن، القصه دي كان ممكن تبقى فيها. لكن
لو القصة دي معمولة والعمليه سوبرفيشن واضحه ومش مشاكل غالبا بيكون طبعا القصه الديفرنت انيميشن ده نتيجه انتر اكسس ستيمولس. شو صور بقى سريعا طبعا ده واضح جدا من السؤال في الرياكت اللي ينفع عيان ده على طول مش حاجه زي كده سوالينج او كده اذا كان ده على طول اوبسترتن كده اللي فيه ستيمولس. طبعا ده انفكشن طبعا مع الانفكشنز بيحتاج العيان لونج تيرم انتي فايروس يعني محدش من طبعا اللي هيكون فيه حاله انفكشن طبعا لازم تراجع الفيستولا تحط العيان على الكاتتر ما تسيبوش يحصل الفيستولا تاني. خد بالكم الانفكشن في الفيستولا تقريبا يعامل معامله الانفكشن في الفايروس وممكن تمسك لونج انجليزم وسبت امبولاي وحاجات زي كده كيس سيريس انفكشن لازم يتقارن اوكي ياخدوا غالبا طبعا جام بوينتس وغالبا بيبقى ال 60% اوف كيس الانفكشن بيبقى نتيجه ستاف اويس بيسيب الكونفرسر فغالبا بيتاخد فان مويسن يفضل نضيف معاه حاجه للجرام نيجاتيف لانه 30% هيكون في جرام نيجاتيف بس هاي موجوده في بولزا سيلا او حاجات زي كده وغالبا الدوريشن بتاع العلاج بيبقى من 2 ويكس 1 مانث اتليست تمام. قصه العلاج الانفكشن في الفيستولا ده مهم قوي ده خاص بالسوبرفيشال ودي تيتد لو سوبرفيشال شويه باستولز كده حاجه بس سوبرفيشال مش مشكله خالص لكن الديسيت انفكشن هو طبعا ده اللي ليه مشكله وممكن برضه بالضبط تلاقي دي كولكشن ظاهر طبعا في ماسكولر باين طبعا دي هنا سيف ستيب في اوزي وجاد وكده مشكله الانفكشن انها ممكن حتى في ستراكشر اوكي فالانفكشن ده ممكن فعلا سيريس لو الانفكشن ده على جرافت غالبا بينتهي الحال الجرافت اتشال زي ما نشوف البيشنت الموجود النهارده كان مركب جرافت وكان في الكشف واتشالت الجرافت كان في مشكله كبيره اوكي. طبعا احيانا لو جرافت مصاب بس الانفكتد ممكن يتشال انها جزء بسبب جزء لكن مش دي الحقيقه اللي بيحصل انها تتشال كلها يعني ما شفتش حد في مصر قص منها حته وعملها كده رش كده غالبا بيشيلوها خالص وتبقى ايه بتتوسع كده بالنسبه للجرافت. ال سي طبعا نهايه الامر كده بيحصل زي ما احنا شفنا بروفيت تشينجز وصور للجنجرين مش المفروض احنا نستنى لما بيحصل المفروض ايرلي اون او تلاقي في بين سبيشال دورين دايس او حاجات زي كده وسبيشال مع الفيشوس فالكسولس اللي بتبقى فوق مش اللي تحت غالبا طبعا ايه بيبقى قصه الستيل زي ممكن تكون موجوده. بتكلم بسرعه ولا تكون مركز؟ هو عشان كنت عشان انجلس. طيب ده منظر الانيوريزم طبعا بالنسبه للانيوريزم طب لقيت المنظر ده هعمل ايه طيب؟ اوكي هبعته امتى؟ هوفر امتى فور مانجمنت؟ لا اما هيكون في اوثريشن يا اما شايف ان السكين ابتدى يبقى تيند اوت خالص او ابتدى يبقى فيه اوز اوف بلاد ده كده ارجنتلي تبعته لي فور ايه؟ كوركشن ده كده بالنسبه لي انديكيشن لو شفتوا بس انيوريزم كده ومش عامله مشاكل خلاص وعملت لها دوبلر مفيش تنباي فيها ولا اي حاجه الدنيا مفيش منها مشاكل خلاص يبقى ايه جاست فولو اب نحاول بس نبعد عن المكان ده في النيل بانشيز. طب هو اصلا ايه اللي خلى يحصل في الانيوريزم؟ طبعا الفولسي تكنيك اوف ليفنج للبيشنت ان احنا في نفس الاريا بنقعد نشك العيان فبيحصل بعد كده ويكنس في الوول ويبتدي يحصل ايه الانيوريزم ده بيبقى اسمه ترو انيوريزم طالما الوول عباره عن بلاد بس الوول اسمه ترو انيوريزم. لكن احيانا برضه ان الريبيتد بانشرز شكات كثيره وهيماتوما بتبقى بعد كده تحصل فايبروزز ويبقى الوول بتاع الانيوريزم ده عباره عن فايبرس تيشو من اورجنايزد هيماتوما ده اللي هو سلو انيوريزم. كلينيكال الاثنين واحد بالنسبه لنا يمكن سلو انيوريزم اوحش شويه من الترو انيوريزم لكن في الاخر الاثنين بالنسبه لنا واحد والمانجمنت واحد ما فيش معنى اي حاجه. اوكي؟ العلاج طبعا سيرجيكال خلاص بيعملوا ريسكشن من الحته دي سيرجيكال كوركشن يعني او ممكن دلوقتي بس مش موجوده هنا في مصر او هتكون مكلفه قوي ان احنا ممكن بالانجيو والانترناشونال نقدر نخش نحط كفر ستاند ونجيل اوت خالص الانيوريزم اللي كانت موجوده يعني احنا بنحط كده جي تيوب وبنعدي المكان في الانيوريزم ده خلاص. لكن هي دي طبعا هي الكفر ستاند بتبقى تقريبا غاليه قوي فغالبا بيبقى الحل الارخص بالنسبه لمصر طبعا مش بره هو بيبقى السيرجيكال كوركشن. اوكي طبعا لو ما انتوا الانيوريزمز بالانجو باينه ازاي؟ من احدى المشاكل برضه بنشوفها هاي بروفيستولا لما كان الدكتور بنسي فلو هنشوف كمان شويه عندنا القابليه ان احنا نسي فلو يوجوالي الاكسبتبل رينج احنا مش عايزين نقل على 600 مللي مش عارف هنشوفها كمان شويه لكن برضه مش عايزين نزيد على 1500 مللي. اوكي ده معناها هاي بروفيستولا مشكله طبعا انها ممكن بتعمل تنطع في البارتيجر ده بردن على الهارت تمام
في كيس عمق نصف تلاتة وأربعة لتر في المية وحاجات زي كده أرقام خرافية. ما ينفعش تسيب العينة كده، ده كده مش هو هيجيب لك فيه. تمام؟ فالتسوية دي مش معناها شغالة وسهل وسهل بالنسبة لنا إن احنا نوصل منها إن احنا نسيب العينة فيها. أوكي؟ ده الإنفنشن اللي هي اسمها عندي فاست فيجر، يبقى كده باظ من العينة لو احنا إيه سيبناه بالتسوية دي. محتاج ريفيجن غالبا محتاج الاستموز إن هو يتضيق شوية. ندي بقى الديسيجن كان يتجرح بس التكنيكال ايرور عمل الديسيجن واسع شوية. مثلا مثلا أراوند 2 مللي هو مثلا بص كان يبقى 3 أو 4 مللي مثلا ولا حاجة. بقت إيه؟ التسوية كبرت قوي. ده غير ما هي اصلا ممكن تكون على فكره كوز للانفيشن دايزس. احنا متعودين دايما ان الريسيركيليشن عشان عمليه بسيطه قوي ممكن اسمها ريسيركيليشن تبتدي تحصل في النادكول دايزس. نفس الكلام على فكره لو جالي يعني هايبر دايناميك فيستولا جامده قوي ممكن اسمها ريسيركيليشن في المويه الستين وبرضه ينتج عن الامر انفيشن دايزس. فلا الفيستولا السريعه قوي كويسه ولا البطيئه قوي كويسه. انا عندي بوبلر كان هنعرف كمان شويه بيتقاس ازاي فلو طلع سيمبل خالص ان شاء الله. لو على فكره من ضمن الليمت بريت ورك تريننج مكثف لموضوع الابر ساوند كسكيل اكوايرمنت يعني اللي كان عايز يبارتيسيبيت ممكن يبقى ايه لا مش شرط دي بس هي موضوع الاكسبريت عشان بس زي كريزه شويه في الوول اوف ذا بين فظاهر قوي ان هي دايليتد قوي في السلاح هي احيانا ممكن مش شرط خلاص يعني ممكن تبقى الدايجنوز كله قدامه بالدكتور لان مكان الدكتور تلاقي ان هو فلو في عادي. انا عندي الصوره دي هي بس دي الصوره دي مبينه ده الجرافيك ايفيشن للفيسلا ومبينه الكومن سايت اوف انستموزس او سوري اوف ستينوزس بيبقى جنب الانستموز طبعا ده الارتري اوكي وده الانستموز من اهو وبعدين ده السفالك بي خلاص وزي الشفك دي ضيقه قوي. ده تمام ده كومنت سايت اللي هو جاستا ستينوتيك انستموزس وده طبعا بيتصلح على طول بالبالون انتيبلاستي وبتشتغل بعد كده فيستيو كويسه. وده سكيماتيك بريزنتيشن للمنظر الكيف من احد برضه المشاكل اللي هي كومن الناس الكويسي الايرلي فينجر فيستيو الاصل على الفلو فيها ان يكون في سايد برانش او سيجنين صغير تمام ده برضه سكيماتيك اللي ممكن ان هو يبقى ديتكتد بس مش مهم قوي كده تمنع حاجه بتبقى غالبا يعني بيك اب الجراح الندامه بتاعت الصفحه دي يعني. فينس هايبرتنشن ده برضه تكنيك الجراحه احيانا بيضطر ان هو يعمل عمليه يوجوالي بتتعمل طبعا اند تو سايز يعني الفين بتاعته خالص في السفنج وتوصل الاند بتاعته للسايد بتاع الريزي الارشي او البريك الارشي عشان كده اسمها اند تو سايز. احيانا بيضطر يعمل سايد تو سايز زي ما المنطقه دي ميزنج كابيتال بين اللي بيكون الاريا انا طبعا كتير مش مديه قوي سبيس ان يتوصل بعين منه فبيعمل لها سايد تو سايد بحيث ان يحصل ايه فلو بلو ده انستموزس ريتو جريت فلو يعني مشكله بس النوع اللي عاملينها احيانا بتعمل جينس هايبرتنشن اللي هي بتعمل جامد قوي وبقت فيها ضريبة بينز جامده بنحاول طبعا يعني شويه نقدر من التمرينات كده ان احنا نضيع الديما دي ما تحسنش الفرصه بتاعت ان هو طبعا ايه يحولها من سايد تو سايد لاند تو سايد. الايفالويشن هو نفس ال هنتكلم عن الايفالويشن بتاع الفيستولا سكيماتيك اكزامينيشن يعني بالنسبه لل الكلينيكال اكزامينيشن احنا كده قلنا خلاص تقريبا كل الابنورمالتيز اللي ممكن نشوفها هو احنا سيفتي اشرح في نفس كام سلايد هنا كانت ناقصه احنا سيفتي بنيجي نبص على حاجتين مهمين قوي الفيل والفلو والفيل والفالس الفيل دي بتعبر بالنسبه لنا عن الدوت فلو الزنه اللي احنا حاسينها في العيان دي اسمها الفيل المفروض ان هي ايز دي انها تبقى هارش او يعني لو فيشز تمام وفي نفس الوقت بتكون موجوده اثناء السيستولي والدايستولي يبقى معنى كده ان الريزيستنس ضعيف والدور العمليه كبيره انف وفيها ماشي ادكت بلاد فلو ممكن طبعا بالفيريفايد توصل ان احنا نسمع السماعه او نسمع الفلو كويس كده اهو لو ابتدى يبقى الصوت هاي بيتش او ابتدى يبقى بس انترابت يعني بس موجود بس اثناء السيستولي معناها كده انه المنطق كده ابتدى الريزيستنس يزيد قوي
يعني زي في ستنوزس في الاوت فلو، فابتدى السيستوليك بريشر هو القادر اوفركم ريزيستنس دي، فالعمليه بتشتغل اثناء السيستم بس، لكن اثناء التاثير الفلو بتاعها بيقف، الجورش بيقف، فنلاقي الفلو اتربط ويقوم هربيشن. اللي كده معناها ان ابتدت كده يبقى في بوادر ان الفلو اتاثر في الجسم. وده طبعا هو لازم عشان في حاجه بسيطه قوي ممكن ايه بالسماعه او تحسها في ايدينا على عينينا لو حصل. الحاجه اللي بعد كده البلس. زي ما قلنا ان الفيل يساوي فلو، البلس يساوي ريزيستنس. اوكي؟ المفروض ان يبقى فيه سوفت بلسيشنز. بص على الفيسترا كده سوفت بلسيشنز او نحسها سوفت بلسيشنز. لقيت الفيسترا بتاعت بيبر باترفلاي تنبض جامد، لاحظ كده ممكن تنس كده خالص. سترونج بلسيشن او بيبر باترفلاي فيسترا ده بيديك على طول غالبا ان في هاي ديس بريشر يكون في انتر اكس او اوت فلوس تبوظ قريب حتى من العمليه من مكان ايه الاكسس. فدول يمكن اهم حاجتين بنحسهم لما نيجي نحس الفيسترا. طبعا واحنا قلنا نقول بالبيت اللي بنستخدمه بالبيت البطل الفيسترا، طبعا لو الفيسترا مبوظ محسوس بنحسه، لو في اي وزن هنشوفه، لو في انفكشن هنلاحظ القصه دي، ممكن نلاحظ ان الفيسترا فيها ريدنس او فيما نلاحظ ان في بص او بصيونز صغيره موجوده، كل حاجه طبعا بالانسبكشن والبابريشن في البان. في بس تو سبيشال تاسكس كده كمان، حاجه اسمها اوجمنتيشن تاست وحاجه اسمها هاند انفيجن تاست. اوكي دول برضو كسكرين تاست بتتعمل بسرعه. الهاند انفيجن تاست سيكي ولا عينك على كده. والله لو كان الاوت فلو ما فيهوش مشكله سابق نظريا تفسخ كولابس. صح احنا اي حد كده يبص على البيز اللي في ايده لما بينزل ايده حته بالديباندنت بيلاقي البيز سوال، صح؟ لان البيز بريشر بيعلى. هيرفع البيز فوق البيز كولابس. لكن لو في هنا اوبستراكشن تلاقي بالعكس بقى البيز سوال اكتر، لان كده ابتدى البريشر فيها يزيد. اوكي؟ وهنلاقي حتى انها مكان بوابه السوالينج ده غالبا هو ده مكان البيز كولابس. يبقى ده بالنسبه للهاند ديفيشن تيست، سبايك سيمبل تيست مفيش منه مشكله. اوجمنتيشن تيست فكرته نفس فكره الايه؟ الريزستنس اللي كان عليها مع البلسيشنز. دلوقتي نظريا البلسيشنز سوفت، لكن لو انا ابتديت انا اعمل اوبنتريشن للفيسترا اللي يحصل فيها كاني كده ارتفيشلي بعمل سنودس. فالمفروض ان البلسيشنز المفروض انها تبقى حاجه شخص طايع وده يبقى طبيعي. لان اوريدي كده انا بعمل سنودس مش موجود. فلو انا عملت اوبنتيشن عملت اوبنتيشن للفيسترا وحصل اوبنتيشن كويس يعني الفيسترا اوجمنتس ويل، يبقى معنى كده ان مفيش حاجه مفيش ستنوزس. لكن لو انا عملت الكومبريشن على الفيسترا ولقيت انها فرق بسيط خالص، الاوجمنتيشن ضعيف قوي، اللي حصل كده غالبا في ستنوزس موجود اوريدي. تمام؟ عشان كده هقول ايه؟ بول اوجمنتنج فيسترا دي معناها فيسترا وحشه. مفهومه تكنيكال، مفهوم كله جاي منين؟ تمام. الحاجه اللي بعد كده احنا كده تعمل فيسترا اكزامشن خالص خلاص. بنخلص احنا الديسك اكزامينشن ده والمفروض نعمله زي ما اتفقنا مره اتليست مره في الشهر، بنخش بعد كده على السكريننج اثناء الوحده في الوحده ممكن نعمل سكريننج للدايناميك او نستخدم جين سكريننج. الفرق بينهم الوحيد انه الدايناميك البامب شغاله، لو اخش هنا بنخش هنا البامب شغاله وبشوف انا الجين سكريشر على الماشين. نستخدم جين سكريشر لازم البامب تكون مقفوله، وده دي تكنيك كده شويه مش حابب ان انا اخش فيها كتير النهارده مش لكن الدايناميك بس بريشر ان هو ما ينفعش يبقى انسب للدايركت. لو كنا رجعنا على الكلوك جايد لاينز لما تكتبوها بتطلعوا في الشرح ان هو مكتوب ان هو انكسبتبل ان احنا نستعمل انسب للدايز دايناميك بريشر. يعني ايه انسب للدايز؟ يعني طبعا المشين شغاله او البامب شغاله، البلد ريسبونس بتفرق، سرعه البلد بتفرق، تخانه اللاين بتفرق، تخانه الايد بتفرق، لو في اي كينك هيأثر. فطالما في فاريبلز كتير قوي كده ما ينفعش ان احنا نعتمد عليه اطلاقا، يبقى لازم نوحد المقامات دي كلها، فيبقى اسمه ستاندردايز دايناميك بريشر. يعني نوحد المقامات، هنخلي الضغط لونتين نثبته على كده كام دقيقه، هنستعمل ابره موحده مثلا سي ابره 16 دي الموست كومن جيج 16 ده هو اكتر حاجه مستخدمه في الوحدات عندنا، وهنتفق على رقم معين. اوكي؟ طبعا ده كانت الستاديز يعني. فوالله بالنسبه لابره 16 على الضغط لونتين لو لقيت الريس بريشر اعلى من 150 اطلع عادي. لكن لو رحت في الاول لقيته 150 او 200 حتى، لكن الباس لو كانت 150 مثلا والابره 15 او حاجات زي كده، لما الكلام ما ينفعش، ده كده كل انستاندردايز، ده ما ينفعش.
وفي الدكان اللي بيبقى ريكوردد وزي ما اتفقنا لافلي ترينتنج وحش مع كل جلسه ده اللي بيبقى انديكيشن ان احنا بنستخدم البيشنت فور ايفالويشن. الستاتيكنس بريشر زي ما اتفقنا هو دي بس ده جهاز ممكن يزيد الستاتيكنس بريشر خلاص يحتاج كده ايكويشن معينه ودي طريقه القياس احتاج كده ايه ايكويشن كده معينه نقسمه على البريشر اللي بيكون ده عليه مثلا البريشر بتاع رقم ودي نورموجرام بنقارن بيه فالقصه كده مش ايه مش حابب ان احنا ايه نضيع وقت كتير دلوقتي لكن هو طبعا زي كده بتبقى ده الماشين اللي بنبص عليها. طيب لو جينا الصوره دي احنا شايفين ان البريشر هنا كام؟ خلص 200 صح؟ لو انا العين كده ماشي عادي ما يكلم ما فيش معاك حاجه تمام؟ اظبط الاول البامب هنا البامب بتاعي على كام؟ 150 يبقى انا كده ما استدعش ما اجيش بقول بقى دلوقتي انك تعمل جيمس بريشر لا وطس الاول ده عامل 200 اظبط كده 200 لغايه لما البريشر ينزل اتاكد ان العين وصل لـ 16 وبعدين تشوف لو لسه فوق 150 قول لا ده كده فعلا الستاندرد دايت ده من فشل عالي حول العين فوق انجيوجرافيك ايفنتش وصلت؟ تمام. طيب احنا عاملين كده عندنا في ابتدينا في عندنا في عين شمس طبق زي ما هو كوماند جاني وقت الشغل الفوتوجراف ان يبقى فيه زي فورم كده معينه موجود على السلايد بس للاسف كان باص صغير شويه لكن هو في بيسكلي زي تشيك ليست البيسك انفورميشن على الاكسس ده متعمل امتى العين لو عنده اي مشاكل لو مش على اكسس كوجريشن او لو مش على حاجه بتعمل له بروبوزز وات ايفر الانرجي هيستوري بتاعه بريف كده ثم البيسك فاندنجز كلها اللي احنا قلناها سواء انوريزم انفكشن اوجمنتيشن تيست انديشن تيست الفصل دي كلها وده سواء تشيك ليست كل شهر مره في الشهر كده نشوف انها ايه كويس او وحش موجود او مش موجود. دي المفروض انها تبقى هي جزء من تذاكر الايه العينين اللي بتسيبه في الوحده ولو لاحظنا ان في اي ترند ظهر اثناء الشهر نفس الكلام هنا بالنسبه للتست هنا بالضبط كل وصف العيان والديناميك والسيتيك بريشر المفروض ان هو يبقى ريبورتد. واخر حاجه دي اللي هي الخانه دي للدوبلر فاينانس لو في سكوز لو في بوز بلس تو قد ايه القصه وهنا زي سكيماتيك برزنتيشن كده عشان نعلم على بالظبط دي العمليه معموله فين او كده طيب نخش بقى على الموضوع بتاع النهارده اللي هو الكفر بتاع الالتر ساوند ليست الالتر ساوند حد يخش على الالتر ساوند قبل كده او عنده خلفيه عن الالتر ساوند ولا مش عارف اي حد؟ مش حد خالص طبعا كويس كان في وقت انا فاكر كانت بس عندنا فكره كويسه طيب احنا سيمبلي يعني ايه كلمه دوبلكس؟ دي هنشوفها احسن على الصوره لكن هو مثل الالتر ساوند اللي هو في الدي مود في البرايتنس مود بيدينا كولر هي الصوره هي وايت اند جراي دي هيقدر يدينا فكره عن البيتنسي او في الكومبوزز او في السكلوزز حاجات زي كده ممكن تبان في الالتر ساوند العادي ثم احنا ممكن نديتكت الفلو عن طريق الدوبلر تمام ونقدر احنا ايه نحسب بالظبط الفلو كامل في المنت احنا بالنسبه لنا الرقم اللي يفرق معانا لما نيجي نقرا الريبورت بتاع الدوبلر سواء احنا عملناه ان شاء الله يبقى فينا مجموعه كامله في موضوع الانترفاشن والبيثولوجي اللي بيقول هم استخدام الشغل او هيرفير للريبورتست هذا الارقام اللي فهمنا ان هي بالنسبه للفيسترا او الجراف يبقى الفلو ما بيقلش عن 600 مللي لو قال عن 600 مللي الفلو فور ايفالويشن ده كده ايه؟ ابتدى يبقى الفلو بريجيت زيرو عن تمام؟ او حتى الحقيقه مش شرط تكون 1600 ممكن تكون اقل من 1000 بس ده هو ترانزي فاحنا اهم حاجه ان يبقى في فولو اب تمام فلو لقينا في الشارت اللي احنا شفناها في السلايد اللي فاتت دي الفلو كان مثلا 1200 بعد كده 900 بعد كده 700 شايفين هو كده عمليه بتتكلم تقريبا اكتر من 50% صح؟ ده كده لا في مشكله حصلت وبتزيد مش لازم بس انا نفس الطريقه يعني هو يعني انا خلاص انا فاهم ان في مشكله خلاص فالحق اتصرف بدري ما اسيبش الكسر تقطع من العين على فكره في ناس بتقعد تعمل اسيد بلاستي هي موجوده في بعض الناس بقى 15 سنه و20 سنه من اول ما ظهر علم الباشن بوش ده والاكس كابج بقالهم يعني من 10 سنين و15 سنه لسه بيوسعوا في العمليه. في ناس هنا احيانا من في مصر ممكن تلاقي هو ان 2 years ولا حاجه مثلا لما تشخص تلاقي في 2 years عمل بتاع 10 عمليات وقفل كل حته خلاص وبعد كده ما فيش للاسف تيندنسي قوي ان هو ولا بيزي فهيموت.
فالقصة دي حقيقة ان احنا it's worth ان احنا نتعلمها وان احنا نهتم ان احنا نشطفها. طيب كلمتين بس على الكوبلر عشان نبعت لكم نشوف فيها على الجهاز دلوقتي. الالتراساوند العادي بيدينا صورة تقريبا وايت. اوكي؟ الفلويد او البلاد او الووتر يبان اسود. نسيبكم الكالر ده دلوقتي. فده كده الاسود ده معناها ان هنا في بلاد. اوكي؟ والابيض ده تشو. تشوز بتبان ابيض. او درجات مختلفة من الجراي. خلاص؟ ده اسمه بي مود او برايتنس مود. تمام؟ الاجهزه اللي احنا محتاجينها الحقيقه مش بس الالتراساوند، في اجهزه في السوق موجوده بس الالتراساوند، لا احنا عايزين الجهاز يكون فيه كمان خاصيه الدوبلر. هو ايه فكره الدوبلر ده؟ الدوبلر ببساطه شديده هو الالتراساوند اساسا عباره عن ايه؟ الفوق بتاع الالتراساوند فيه كريستلز. تمام؟ الكريستلز دي لما بيجي الكرنت فيها الكهرباء بتبتدي فايبريت. تمام؟ بتبتدي تطلع الفايبريشنز اوف ساوند بس الفريكونسي عالي قوي اعلى من اللي احنا بنسمعه. احنا بنسمع لغايه 20,000 ديسيبل. اوكي؟ ده هنا بتوصل بقى ايه الفريكونسي 5 ميجا هرتز و10 ميجا هرتز وحاجات زي كده ولوفات كتير بقى. تمام؟ فده ما بنسمعش في الصوت ده بس هو في صوت في فايبريشن عالي قوي بيعمل الصوت ده. الصوت ده بيخبط في الاوجكت اللي قصاده. بس كده البطل بالظبط البطل انتوا عارفين هو قاعد ما فيش وسط صح؟ فبيعمل ايه؟ بيبعت الالتر ساوند بوليس تخبط في الاوبجكت بعدين ترفلكت تاني دي فيعرف ان في حاجه في وشه فيجي يدخل يمين. اوكي؟ طب لو حصلها زي ما حصلهاش فول ريفلكشن حصلها بس ديفلكشن بسيط يعني بتاع وجهه بس عرفت ان في هنا حته من حته مايله. اوكي؟ يبقى مره احنا عرفت حاجه في وشه هنا لقيت في حته مايله لا هنا راحت ما رجعتش بس هنا في ايه؟ سبيس فاضي. فده فكره الالتر ساوند. يبقى الالتر ساوند بروب ده في حاجتين، حاجه بتفايبريت بتطلع صوت وحاجه بتسمع سنسور. تمام؟ ده الالتر ساوند العادي. تمام؟ الفوكر بقى في بقى ايه حته زياده شغل الالتر سوفت وير. نفس قصه البروب نفس الكلام بيطلع صوت وبيسمع صوت بس الفرق بقى ان هو هيبتدي ينتربرت الصوت اللي بيسمعه ده لو بيتحرك. نقربها اكتر، لو واحد مثلا واقف على طريق الصحراوي تمام؟ غمض عينيه عشان ما يبقاش شايف حاجه تمام؟ وسمع صوت عربيه بتقرب. صح؟ هو قدر هو غمض عينيه يعرف ان في عربيه بتقرب وعرف ان في عربيه بتبعد. صح؟ من مجرد ان الصوت قرب وبعد. نفس الكلام تخيلوا في عربيه بتسيب في الطريق ده كان عربيات والبروب واقف بيسمع صوت في النقطه دي. فسامع هنا صوت ار بي سي بتقرب ناحيه دي. اوكي؟ لو الصوت بيقرب ناحيه البروب هيديله لون احمر. لو الصوت بيبعد عن البروب هيديله لون ازرق. يبقى ما حدش يلخبط الازرق او الاحمر هنا ده مش ار تي وبين. اوكي؟ ده مجرد البروب الصوت جاي ناحيته ولا بعيد عنه. يعني لو نفس البروب انا حاطط هنا بنزين ازرق ولا لا كده هو بنزين احمر. فهمتوا القصه اللي وصلت؟ تمام. طيب هيبتدي الصوت ده ممكن نحن نرسمه صوره جراف. خدنا قبل كده ان في السويتش زمان ان في حاجه اسمها ارسيل الويف صح؟ اثناء السيستول والدايستول تبتدي ايه؟ في الفريشر بيعلى ويوطى. تمام؟ هنا بالنسبه لنا يبقى صوت، الصوت بيعلى ويوطى. نقدر نحن نرسم ويف. اوكي؟ الويف ليها شكلين، لو احنا بنتكلم في الاكستريمتيز اسمها ترايفيزيك. مش مشكله تتصل دلوقتي لكن احنا بالنسبه لنا الحته اللي هي فيها لو بريشر او بالنسبه للفيستولا بتبقى يوجولي بس يعني اللي هي فوق دي بتبقى بلاي فيزيك. اوكي؟ فده هي شكل الويف بتاعتها. تمام؟ الويف مثلا دي ده صوره البلاز اللي اسمها بيك سيستوليك فيلوستي. تمام؟ يعني كان عندك اكسلريشن حتى لو كنت مثلا لاعب ده عندك عيب 10 سنتيمتر بير سكند. اوكي سرعه البلد قد ايه؟ طبعا كل ما كان في حته ستنوتك كل ما سرعه البلد هتزيد. نتخيل تاني في خرطوم ميه خلاص فتحت معايا حنفيه هبتدي الخرطوم لازم شويه ميه قدامي صح؟ طب انا عايز بس جنين او عايز جنين قدامي قوي انا هعمل بروح اعمل سكويزنج للخرطوم هعمل ستنوزس ايه اللي هيحصل؟ جيت اوف بلاد عندي صح؟ سرعه البلد هتزيد وهيبقى الاكسيشن بتاعه عالي قوي.
فاحنا يوجد بس اقول ايه الاكسلريشن العادي 70 سنتي بير سكند 80 سنتي بير سكند. لما بيكون في ستينوزس ممكن المنطقه اللي هي بعد الحفر السيروتيك نلاقي اكسلريشن 300 400 سنتي بير سكند. لكن الاكسلريشن لوحده مش كفايه عشان اقول ان او عشان اعرف احسب الفلو كان لازم اشوف الاكسلريشن قد ايه في مساحه قد ايه، صح؟ يعني سرعه البط دي في مساحه قد ايه؟ فاهم؟ هو لو البط ده 400 سنتي في بس العرض 2 متر غير بس العرض 10 متر، صح؟ هنا كميه البط هنا لازم تبط هنا، اوكي؟ فلازم على الجهاز في ابلكيشن كده ايكويشن هدخل له فيها البيك ستوري فيلوستي دي، فاهم؟ واقول له وكمان على فكره الدايمتر قد كذا باسمه دايمتر. ده الالتر ساوند، ده دوبلر اسمه سبكترال، ده المنظر ده اسمه سبكترال تريسنج، اوكي؟ الالتر ساوند دي مود مع سبكترال تريسنج الاثنين على بعض اسمه دوبلس، كلمه دوبلس عشان ما حدش يتلخبط، كلمه دوبلس هو صوت الصوره، اوكي؟ صوت الدي مود مع السبكترال تريسنج او اللي هي الدوبلر ويف فورم المفتوح، اوكي؟ طيب شويه صور بقى كده، طبعا احنا شغالين كار دوبلر، هنا احمر احنا كده عارفين هنا كده مجرد معناها ان هو في اتجاه الفوق الدوت، وواضح ان هنا ان احنا هنا طبعا ممكن ناخد جنرال على بس ممكن ناخد ترانسفيرس او جنرال، يعني ممكن ناخد دوت سيشن يبان لنا كوره او ناخد الطول يبان لنا زي تشوف. فاحنا هنا شايفين هنا كامل الكيستر كبيره، هنا الكيستر نوزس، هنا وسع الثاني، اوكي؟ انا بتوقع هنا ان الاكسلريشن هنا عادي، هنا الاكسلريشن بقى سريع قوي، تمام؟ هذه القصة بسيطة، وطبعا لما بتشغل الكالر بيريح قوي الموضوع. صورة ثانية برضه الاستنوزس، دايما كده بعد الاستنوزس بنلاقي فيه بوست ستروتال فايبريشن، يعني دايما بتلاقي فيه كده زي ايه؟ انتفاخ كده بعد الايه؟ الحتة اللي فيها استنوزس. ممكن نلاقي الكالر اتلخبط كده شوية تيجي تربينال فلو اسمه اليزنج، مش مشكلة مش خاصة بيه قوي، بس هنا برضه فيه استنوزس طبعا ايه؟ واضح. طيب الحاجة غير الاستنوزس ثرومبوزس. لو لقينا الفنجس طبعا زي كده لو في كده كات سكشن على الفيستولا والسكين جواها بدل ما هو اسود بقى ابيض، تمام؟ يبقى كده في ايه؟ الفنجس، تمام؟ هاجي احول عليها ما بتبداش، البين اللبن ضعيف كومبريسبل، ده مش كومبريسبل. طب ليه مهم ان انا اعمل حته الكومبريشن دي؟ لانه احيانا بتبقى لو لسه فريش فنجس لسه ما بقتش اورجنايزد فلاقيها سودا برضه زي البط، بس اجي اشغل القدر مفيش دور، اجي اعمل لها كومبريشن مش بتكمبرس، اوكي؟ فانا اخد بالي انه مش شرط دايما ان لها تبقى فومبس تكون كده، تمام؟ لا اكيد فومبس ما بتبقاش كده برضه، تمام؟ طيب وانا جايب لكم الصوره دي عشان تاخد بالنا ان انا شفته هنا طبعا هي دي مش فيسترا ده هنا في الدار اي جي وده اللي كاروبت لو احنا كان بيركز سنتر لاين حصلت ثروموزس في الانترنال جابلر ودي احد ميزات ان احنا نركب السنتر لاين بتاعنا في الاندر ساوند بايد هنشوف لو انت دخلت اصلا ولا فين اصلا كومبوز خش خش اصلا. اوكي؟ طيب هنا مثلا شوفوا هنا هنا في الترومبس لما شغلت الكلر البلاد ماشي هنا لكن طبعا هنا مفيش اي دي بلاد ماشي في الاي جي هتيجي ان هو طبعا ترومبوز. وفاينلي طبعا مريم انجل كرام كونتريبيوت. بارت سورس ستينوزس طبعا دور بقى الانجيوبلاستي ممكن نعمل انجيوبلاستي ممكن نعمل ستانت ممكن نعمل لايجيشن للبرانشز كل الحاجات دي بقى ايه؟ طبعا هنا ده منظر السينوزس هنا في السينوزس ودخل بالون وبعد البالون ده عمل لها يعني انفليشن وحصل بقى كوريكشن هنا بين المنظر الكوريكشن للسينوزس سيجمنت برضه اجين منظر حته السلوك سيجمنت حصل لها دايلتيشن. كيس سريع عشان اطلع بقى كامل التمرينات ده كيس كرك اتعمل من حوالي اسبوع او 10 ايام كده عندنا في النبرداش من 37 ساعه بدا بس 2003 كان عمل عمليه في 2003 لف الكريستوفاليك كومبوز بعد 2004 عمل رايت بالكريستوفاليك كيستر وبرضه كومبوز في 2005 اخر عمليه بقى اللي بيستعملها دلوقتي لف بريكيو بازيليك طبعا احنا عارفين ترتيب العمليات الكريستوفاليك بالكريستوفاليك بيكتب بازيليك ونعمل بلاس بوزيشن ثم كرافت دي الكلاسيك غالبا الترتيب اللي بتمشي فيه بالنسبه للعمليه فهو حاليا اخر عمليه مشي عاملها هي ليفت سايد
بريك البازيليك وهعمل ترانس بوزيشن. طيب زي ما احنا عارفين بوست اكس ايفالويشن هيبقى فيزيكال اكزامينشن الدايس ديتا فين بتاعها هو الجيمز بريشر هو الثلاثه والبوست اكسس لوكس ايفالويشن. طيب التشيك ليست اللي بنقول عليها في انسويد كولاترال ايوه كان في كان عنده انسويد كولاترال ما كانش عنده مشكله في الكريتيشن ولا لونج بليدنج ولا سانس انفلاميشن او انفكشن كان في عنده انيوز صغير كده مش اي ساين في انيوز بس مش اي ساين في الانتراكتور وما فيش بين مش سبيل خلاص التريل كويسه والبوزيشن كويسه الاستنوز اصله فوق يعني فانا بيكون في كولاترال مش كده غالبا يبقى الاستنوز فوق فمش شرط ان البريشر يعلى قوي في الكسر عشان بيكون في كولاترال كتير يعني كل بوزيشن سوفت and elevation test and it can place on the jerk position لان عمليه هنا بريك البازيليك هي قريبه من الاستنوز نسبيا فما تعالى هنا الاليفيشن تيست ابتدت تبقى بوزيشنز تزيد شويه اوجمنتيشن تيست ما كانش فيه مشكله كانت عمليه اوجمنتنج ولا خدنا بالنا كده القصه ماشيه ازاي ده صوره الدراع العيان الحقيقه هي متصوره immediately post procedure كانت للاسف النايب كنت قايلها مصوره يعني قبل ما ينزل هي صوره الميزي بعد البروسيجر فايه كان وريت كده يحصل ايه على فكره الكوركشن دي بقى على طول يعني ودن 24 ساعه 48 ساعه بتبقى يعني كل راحت الكولابتلز والسكوالين بتفوق يعني في بعض ايه شويه ايه تو سكوال انيوريزمز كده ليفت البانش ميدلز وده كان منظر الكولابتلز اللي كانت ظهرت عنده كانت مين ظهر عنده منطقه الايه الاكسيلا بيحصل غالبا على طنط ميلي بير مينتس للاسف هي ما قلتش الفاليوز برضه للاسف الجين سبيشال بتاعه الستاتيك والدايناميك امنالو الدوبلكس الصوت للاسف مش معايا بس هي ما كانش فيها حاجه كان الفيسبا كان فيجت ونص نوز نص كومبوزز او ما كانش فيها فيه باستر كولكشن والفلو فيها كان حوالي 805 ملي بير مينتس احنا بالنسبه لنا الفلو ادكوس لا زال الفلو ادكوس طب هو كان ممكن يكون اعلى من كده يعني بالنسبه عندنا كان 1000 ونص بقى 805 اوكي بس هو بالنسبه لنا لازال ادب عملنا هيستوجرام بيز على البيك الزيت ده وده طبعا المنظر اللي ظهر طبعا ده طبعا ده وقت ده الشيست بورت العين ده الهيومر سنين وده طبعا ده الاكسلري اسمه مكان سبتيجن اوكي بعدين هنا شايفين هنا سنوز جامد قوي لكن ما هوش توتال سنوز صح لانه في شويه دايت عادي برضه صح هو ما هوش اوكلوجن هو دي توتال اوكلوجن على فكره السيجنفكنس بلس بالنسبه لنا في القصه بتاعتنا دي 50% اوكي يعني بالنسبه لو في 50% سلوز ده انديكيشن فور انتي بلس تمام وده احنا شايفين نتيجه بقى ان البريشر هنا عالي حصل كولابس ده ارتفع اوكي ودي احنا شايفينها على ده عيان كليك لما نيجي نعمل الانجيو هنا الفصل ده جهاز ضغط خلاص ممكن بمانوال اوبريتريشن او بجهاز ضغط نعمل انفليشن شويه بحيث ان احنا نقفل الفيستولا وبعد كده احنا ننتج الدوايت الفكره من الفصل دي ان احنا نعمل ريتو فريز فلو في الارتري فنصور الفيشل ارتري اللي هو فيدنج ارتري يعني زي ما اتفقنا احيانا بيكون في ستنوزز جوه الارتري نفسه اذا احنا شايفين الفيشل ارتري سليم مفيش اي شيء مش اي ستنوزز اوكي فالسترونز كله اللي ظهر احنا كده كده بتعمل التست كامل تصور الفيسترا الاوفر بتاعها وصولا للصفر الثاني وبتعمل ريتو بريز فلو ده مكان الاستنوز بتعمل لون انجيو بلاستي احنا بنتحدد طبعا السايز اوف ذا دايمتر قد ايه بالظبط عشان تختار سايز البالون وبوست انجيو بلاستي بتعمل انجيو بلاستي ابتدى الايه؟ الاستنوزس يروح طبعا ده واير معايا هنا في الاستنوزس. طبعا خدوا بالكم يعني مش لازم القصه ترجع 100% عشان حدش يقول طب لا يعني لو تفتكروا هنا كان الاستنوزس كان تقريبا خلاص من دول ما بيرجعش بقى هو النظام مش شرط يرجع يعني اكسبتبل ان يفضل ما بين الاستنوزس 30% ده ودي يعني سكسبت يعني عشان هو مش لازم يعني يرجع زي الصور اللي هي الايس بقى هو يرجع كومبليت ريكفري لا ممكن اكسسبل انه يفضل اتليست يزيدوا 30% بس هو كده طبعا كوركت
دكتور حسين تفاوض مني جايد لاينز بعد القصه مش هنخش بقى على جايد لاينز هي السلايدز دي كلها تكون بقى جايد لاينز بالنسبه لكل اللي اتكلموا هناك بالريفرنس بتاعته بالليفل اوف ايفيدنس. هل في حاجه هنا مختلفه عن الحاجات دي؟ يعني لو ربنا جايد لاينز كده طب في حاجه بالنسبه لمصر مغير حاجات الحياه؟ تسكي اكزاميشن او الدكتور او الانستراكشن كل حاجه يعني احنا لو طلعنا التوصيات بتاعت العالم نفس التوصيات تقريبا مش بس منها الجهاز المعالج بس المهم يا جماعه اظن في السلايدز كان بسيط الابلكيشن على خلاص احنا كده خلصنا. زي الشيست بس تفحص رايد بلاين وتسيبه لفت لاين ما ينفعش. كان عندنا مره في امتحانات الايام برضه عندنا في الكليه يقول لك اكزامين ليج وطلع العيال قاعد في السرير حاطط رجله دي تحت رجله كده وانا طالب يقول له مدى الرجلين فجاز رجله اللي حطيتها تحت ديت فيها ميلانوما مثلا وتبقى دي حاجه كبيره جدا لانك الميلانوما ديت حاجه تهدد. فالقصه اي حاجه اثنين لازم نخش على كده وخاصة في فترة الاساس اللي ممكن يبقى عمل اكتر من المنوطة ده تكسب بقى اللي ده موضوع الهيستوري اوف ثرومبوزيس اوف فيستلس ده مهم جدا حتى عشان ترانسبلانتيشن والكلام لو عنده مالتيبل ايه فيستلا كلوجر وثرومبوزيس ده لازم اعمل له انفستيجيشن للثرومبوفيليا قبل ما اعمل له ترانسبلانتيشن. Thank you.
بدل ما يعيد كلام تاني بقى حد ممكن يطلع يعمل اكزامينيشن وانا جبت السلايد تاني عشان يشوف الشيك ليست بنفس الاسطوره. أول حاجة قبل ما نمسك العيان المفروض يبقى في تيست سريع من العيان خلاص يحكي لنا عن الباسكت اكسس اللي هي طبعا مهمة أوي إن إحنا نسأل على السنتر كاثترز لو كان مركب قبل كده طبعا ده بينديوس سنتر جايز فلوز صح وبالذات ساكليجي مش كده عشان إحنا عارفين إنها مش عايزين خالص ساكليجي هو كان على فكرة كان عامل قبل كده عملية الدراعم تاني بس كده مهم إن إحنا نعرف برضه الهيستوري كانت معاها إيش بدراع كان فين بقى احكي بقى الدكتور على اول حاجه بتحصل احكي بصيره ولا لا وعلى عامل امتى تتحول في السكوتر مش عارف يعني مش عارف مش عارف انا ايه هو اول ما يعني في نوع حوالي 45 مليون 50 مليون على الجهاز خالص بس ده تحول صناعي طبعا مع الشكل الغلط هو اللي بيورينا يا ابني تجمع ده من تحت يا ابني تجمع ده من تحت عامل تجمع دموي بعد مسافة مشروع مصر. فلما انا بتوضا احضر في العنق. نزل فراح الاولى وراجع اتركبت تاني فراح سيانه تاني. الاثار هنا ما نزلش عن من شهر 45 ما فيش قوي. ممكن دكتور حاضر او بنوعيه اخص اذا ما بيعملش واحده 45 يوم. دي عادي بتقول لك كده 45 يوم. طبعا الدكتور طبعا على الشكل برضه والرينج يعني شوف الدم ده مثلا واحده او بيأثر فيها. لا قبل ما تنزل من الفرن كده. طبعا ممكن تتعمل كده. الشكل الثاني هنا حوالي 50 يوم. 50 يوم دول بتبقى ركبت هنا. ركبت هنا من الشكل ده معايا. حوالي الطبيعي. خلال 50 يوم كنت انا حريصي اني اخلص هنا الاول. لان طبعا عملت هنا بعد ال 50 يوم كنت ركبت وفاضي. بس من المحور ده يبقى بس الحمد لله ده انضف من الموضوع. طيب انا عايز اسالكم كومنت على التيشن تقالي طبعا زي ما المشاكل شايفينها ايه؟ ان هو بيركب اصابع كتير صح؟ من احد الادوار المهمه للكواليتي اشورنس بروجرام ده اللي هو التاني فور سكند فيستر بمعنى انت خاص ان في فيستر مش كويسه او حاولت فيها قبل كده تصلحها وبرضه بتبوظ او برضه فيها مشاكل او حاجات زي كده فانت انتسبيتنج ان يحصل مشكله. اوكي؟ فيو كلاين فور سكند فيستر ما تستناش ان هو زي بالظبط فكره البريم في ترانسبلانتيشن ما تستناش عشان يوصل لاند ستيج خلاص كده انت ممكن تعمل له بريم في ترانسبلانت هو نفس الكلام انت ممكن تكلاين الفيستر وتبتدي خلاص لو الفيستر فيلينج تعمل الفيستر الثانيه عشان تجنبه موضوع الايه؟ الكاركترز. الحاجه الثانيه هو انك تفيريفاي هي جاجلر ولا سبليجي هو بيقول لك ممكن تاثر بس ما قالكش هي جاجلر ولا سبليجي بتفرق كتير سبليجي من جاجلر اوكي الحاجه الثالثه الدوريشن هو معتبر انه 45 دايز و 50 دايز و 75 دايز الارقام دي اتس اوكي مع ان احنا عارفين احنا اخرنا 2 ويكس اوكي فطبعا كتير قوي الله اعلم بقى بنستسهل او بنوفر او حاجات زي كده فبنسيب العيان بالقسطره اكسشينج اوفر ذا وايت مشكله ما تنساش نفسك انك يعني لو مش عارف تشوف العيان تاني يعني بس اتليست اكسشينج الكاستك ما تسيبش قسطره موجوده كده في الشهر ونص في الشهرين بالطريقه دي تمام؟ نعم؟ تفضل تفضل غيرها تفضل غيرها عايز تقدر المفروض تغير اوكي لكن طبعا لو شفت خلاص مفيش انزستات انفكشن ومفيش كف ريد بكتيريا مفيش اي فرقه يعني في وسط الاحيان بنعديها يعني اللي هو رايز ليف مش غير طبعا عشان تبقى لكم هو مالتي بانشرز او بانشر مش سليم عملت هيماتومه نجلكتد حصل انفكشن فعشان كده الاقسام بص على الكولكشن ده وبناخد بالنا انه مفيش ما يكونش ساينز اوف انفلاميشن او انفلاميشن موجود زي ما اتفقنا اتس سيريس بروبلم ان في انفكشن في الفيسترا هو نفس الحاجه نفس الحاجه
ثلاث هاي في عندي كورن الطاقم يجون ولا تجاني زيادة ولا برضو كان برضو سهل بالنسبة لنا هنا في ملف السانسي أو من موضع جلسة في ساعتين في طول السانسي أو نص بيعمل معنا سؤال قدام عشان ايه ده احنا لسه يوم طبعا هو كل شهر هناك حي دي مشاكل برضو خلينا طبعا الكومنديشنز كلها تراي بايندرز في الكومنتس انا قلت لهم دروبنج سوليوشن بدل من الهيبرنج عشان معاها ريسك اكتر في السيستم الجديد ومشاكل ثانيه اللي هو الهيد بارت 2 والقصص دي فريكومند دروبنج سوليوشن دلوقتي هو سكريت سكريت دلوقتي انت ريكومند دروبنج سوليوشن بالنسبه للهيبرنج بالنسبه للاطفال بس في حاجه تانية برضه مهمه قبل ما نسال على قبل ما نوصل للمرحله دي كل نسال على الايج بتاع العيان خلاص كل نسال على هيستوري اوف دايبيتس او بريفيرنت باسكولار ديزيز حاجات دي برضه مهمه ان احنا نسال عليها او لو في طبعا اي ميديكال كونديشن ثانيه تكون بتعمل ترومبوفيليا او بريدنسي تبقى اويرنس دي واخر حاجه طبعا لو في ميديكيشنز خلاص بياخدها ايه الميديكيشنز اللي بياخدها لا هو انا كده لان انا برضه لما بقعد على الجهاز دلوقتي مليانه بسلمها عشان يبقى في صحه ما بتتعبش لما بيوصل بيأثر علينا وهي مش هتعرف جامد وبدا نرجع طبعا تأثير الميه مش مؤثر في العصبية المشكلة بس لو زدت عن 3 كيلو ومرة وضلت في الفرن طبعا لو كنت انا بس كده كنا حبايب كده بس الدنيا تحت الجهاز بس انا بطل بيها بس لا بيوصل ايه انا مش حاجه عشان كده مش اصلا من الاول؟ لا انا عندي اساسا كل شهرين تاني عملت ماسك زيت ما كنتش اكثر ولا بعمل. كان في سكر؟ لا الحمد لله هو بس في سكر. لا انا مش على بالك. باخد حقن بسيج باخد حقن ريبس. ريبس هو حقن الحديد لما بيبقى لأن أنا مش هو هون بس لا كنت أقول ناس ما في الكم يعني كذا ولا لا كذا الكم كل جزء لما هذي كل رجس يعني هو مش عن كذا إن لكن هذي بس عن الطالعين نقول شحذي بس لا كنت بالنسبة لنا ريكس والبسي والبسوليس والبسوليس طيب يعني مهمه جدا يعني هو كان بيشتكي بليدنج تندنسي وكان مكتوب حاجات زي كده هو عشان سكيل كارت ديزيز هو ماشي على اسبرين وكلاريكس فطبعا ده اوريدي في حد ذاته محتاج عنده بليدنج تندنسي اعلى من الماركت لا ما مش هقول على الانيوريزم قوي خلاص يعني الموضوع فيه يعني بداية يعني وزن البالجي شوية سكر بس مش هقدر أقول على ده لسه يعني وزن قوي لكن طبعا من منظر الديسيجن هنا هو طبعا ايه ايه رايك في عمليه طيب الشغل ايه رايك في نوع العاديه يعني ريتسبكت صح؟ البريك وباسيليك اتعرفنا غالبا من البدايه يا اما في ديسيجن كبير قوي كده خلاص عشان هو بيعمل ديسكشن للبازيليك البازيليك بين عامل فلتريشن للديب فاشيا اوكي في المنطقه دي تقريبا هو لازم يعمل ديسكشن للديب فاشيا ويطلعه من تحت الديب فاشيا فبتلاقي يا اما غالبا ديسكشن كبير قوي كده او احيانا بقى لو الروح يعني ياخد باله من شكل كوزماتيك او كده ممكن تلاقي ايه 2 اور 3 سمول ديسيجنز فور بار تمام ده دي بقى اللي هي البريك بازيليك بتعرفه بالطريقه دي تمام وبتبقى طبعا الديسيجن موجود تحت هنا اكتر في الايه في ال دي كده مجرد انسجن دي كده اهو بس انت بريك سبات طبعا السيفاليك هو سبورتيشن بين ماشي كده اهو خلاص فهو ده كل ده السيفاليك الكولاترز فورس كل ده السيفاليك البازيلي كل ده مش كده اوكي يبقى دي بريك سبات كسترا تمام انت شايفين دي بقى أول حاجة هتتفاني إيه؟ بص هنا سألنا مش شايفين هنا كومبيرد للدراع التاني مش شايفين لا سوالينج مش سوالينج يمكن مش شايف كولاندرز خفيفة هنا وباينة صح؟
في الاولي كلها احنا عايزين نبين فممكن يكون البرشن هنا عايش شوية فممكنش البرشن تمام في ديفكت كانيوليشن في حضرتك مشكلة عن مكان مشكلة هنا الشكة بس يرجع لشكوزة الكورة والكورة طيب انت حضرتك بتحس بوجع على اثناء الوجع فينا لا هي لو الشكة مثل الاول بحس بيها في الجسم بتحس بيها كل شيء. لكن تاخد بالك هنا مفيش بطش. هو هتهمسك صح على الكورة دي. هو هنا الراجل بيتكلم على ايه؟ على سيبت ان الابرة بتوقع. مع ان هو ما فاهم يعني هو عايز يسأل على السيب. يس. فانت المفروض تسأله دراع ايدك هنا بتوجعك اصلا لما توصل للجلسة؟ لا. هنا بقى يبقى هنا بيقول لك لا هنا مفيش سيب. اوكي؟ هو سيب بيشتكي الابرة بتوقع ما الابرة بتوقع هي بس. الشكل بتاع البوزيشن بتاع الابره اللي هو التوري ستيشن مثلا للابره مثلا مش ما هو ده فين؟ ده عايز اقول ايه ده؟ ده اليمين بس الاثنين عايش لكن انت بتسال على سين في الايد سين في الايد خلاص؟ او ده تحس انها كولر تشينج او بروفيل تشينج او تسقع حاجات زي كده الاول اثناء الجلسه ثم او بعد كده ان بتكون سيشن دوت هو حاجات زي كده هو لا الناين قال لك لا مفيش حاجه في الجلسه خلاص يبقى ده مفيش سين هنا ماشي؟ ده المفروض يكون فين ولا تمام؟ طيب انيوريزم سودو انيوريزم يعني ممكن نقول ايه؟ في الايرلي انيوريزم لو عايزين تقولوا يعني اوكي وزي ما اتفقنا ان الاهم هو الفريند اناليسيس وليس الايه؟ لكن هو بالنسبه لنا حتى لو قلت ان ده انيوريزم هل في اوسليشن او فيلينج اوت في السكين او بليزنج؟ بالنسبه لنا خلاص ده خلاص تمام يبقى حتى لو هتطور ان في سمول انيوريزم او سودو انيوريزم مش هنعمل لها حاجه دلوقتي جاست وي ويل بوينت لو حب العين صلاحة الاوزماتيك بالذات لو في خلاص لو هو متابع شكلها او حاجه زي كده يبقى هيز تشويس بس لو هو البيشنت بيفضل هو ما يلعبش فيها عشان ايه ما يخشش في المشاكل في السرعه اللي سببها بتبقى فراستريشن كبير قوي انا بس مش حد عرفت اشتغل في الكريم غالبا اللي بيعمل يعني لازم تبقى نتيجه ان هي امبندنج راكشر او حاجات زي كده لو كان لا هي المكانه مش اسمها حاجه احنا عموما ما بنشوفش تناسب خلاص خلاص زي ما اتفقنا لا هي لو لو الانيوريزم عامله مشكله ده بيقول انديكيشن يعني اما فيها ثرومبوزز فيها انفكشن فيها انتنج رابشر خلاص في مشكله من دول ده اللي بيحتاج الايه؟ انترفنشن مفيش signs of inflammation أو infection عنده هذا البيش ما ينزل لا الأول بنحس ولا حاجة الأول بنحس بالسر كذا أنت فاهم حس الأنسموزس ونحس بالسر أوكي أول حاجة فيل أوكي أنا حسيت بالفيل it's strong fill historic ولا historic كان فيش فيها مشاكل أوكي بحس الأنسموزس وحس البادج وحس نفسه خلاص وحس بايه الاسلوب بتاعه مش حاسس اي فلوس حتى في كويسه وشايف ان الفاس اوكي مور ليس سوفت يعني حاسس ان هي ايه الفيسر تنس شويه فدي ممكن فيها ايه شويه هاي بريشر ممكن هاي بريشر ده يكون يا سيدي شويه سنوز موجود او يكون انها هاي فلو فيسر فيسر من الكفن يعني ممكن تبقى الفيسر دي هاي فلو وعشان كده هي تنس شويه وعشان كده شويه كلها تنس اوكي فده هيبان اكتر لما نعمل دكتور نبتدي ايه ناخد مور فلوز هل ده حاجه بتتعمل ولا سيمبلي هنفول اب بالايه؟ بالاكزام بعد كده نعمل بقى هذا خلاص؟ ايه رايكم؟ طبعا استنوا شويه يعني المفروض احنا بنستنى مثلا دقيقتين كده ولا حاجه على طول اول ما يطلع عيان انما ده محور كان وعاده وحاجات كده. ده ما كانش بتاعنا. تحسوا ايه دلوقتي؟ بس يعني ملاحظين هي يعني بقت فول اكتر بقت هابر في ستايل اكتر ولا العكس؟ قلت شويه. السودا الريزم ظهر اكتر. بالعكس ده بقى فرق بقى جدا الاكسبيرينس بقى انت بتشوف عيني اكتر خاصه معاك انا شايف ان هي الريلاتيف دي كلها
as compared لغايه لما كانت تحت هنا على ماشي لا ماشي معاك اوكي خلاص لا اكيد طبعا هنا لسه تحت دلوقتي ده بارز لا تحت اكتر وبقت تنسى اكتر خلاص يبقى ده كده بيقول لي غالبا انه لا مفيش اوستوس تنوزس خلاص وانها لو في شويه تنس بوزيشنز كده شويه كولاتنس انا اقول اكتر ده لانها هاي فلو تستمر ده ممكن تلاقي فلو فيها عالي شويه بس مش اكتر يعني لكن انا حاليا كلينيكلي مش شايف ان في استنوزس لازم يكون عندي طبعا يعني هاي ديسوسيشن لو انا كنت باخد تفسير قبل كده فدايما تبقى وارد انه يكون في سنتر استنوزس لكن انا حاليا اتليست الفيزيكال اكزامينيشن وده تقريبا 50% اكوريت مش شايف ان ايه ان في مشكله خلاص لو في استنوزس فعلا الاستنوز ممكن يكون زي ما اتفقنا ممكن يكون في الانفلو يعني ممكن يبقى بريك الارت نفسه يبقى في استنوفيك خلاص ممكن الباج اوف ذا فيستر نفسه ده قلنا ده كومن ستايل اللي تبقى جاكس استنوفيك تمام او بقى انت بقى في اوفلو اوفلو فيستر بس هو ده السبب اللي بين بالظبط الفيل انتربتد ويبتدي يتقص بالتنس قوي عليا ويسمى الفيس تايم. النوع الفيس نفسها سايد تو سايد ولا سايد رينج تو سايد؟ لو في سنوز والسنوز سايد بتاع فيه ده. السنوز سايد بتاع الفيل اللي عندك. دي قصه ثانيه اللي انت بتتكلم عليه ده اللي هو اللي ممكن سايد تو سايد خلاص تحس ان هي بتيجي هنا برضه. فهنا هتلاقي ممكن ايه مشكلة بتبقى انه اصلا هنا بيسقط في الخانش كده هنا البيز بقت بوت كومنت الراند وورم زياده فاهم ازاي؟ فلو ده بقت مشكله البيز سبكشن ده بقى مشكله غالبا بيقرر ان هو يحولها لسايد بس سايد بس سايد خلاص دي قصه ثانيه تمام؟ واخر حاجه طبعا بقى الاوجمنتيشن تيست قصه الاوجمنتيشن تيست بقى ان انت ما بتديش كده تكون الفيسر خالص تمام؟ تحس ان هي بقت كانسر تحس ان انت كده بقى عندك كوجن الفيسر وقول كده اكواير كده على الفاس لما تلاقي الفيسر بس جامد. لا. طب لا مش هي ضمن المفروض انك تتكلم مش تقبلها. ايه لو في استنوز هتحس لو قفلت عليه كده في مجرد ما تحط ايدك كده عليه بقفلها البوزيشن بتزيد قوي. طيب. اعملها كده وتخش وتحس البلس تحت ايدك هل حاسس البلس زاد ولا ما زادش؟ بيزيد صح؟ يبقى كده دي اوجمنت سوايل يبقى كده مش عندنا مشكله السنوز ده برضه بيفيفاي اكتر ان عندنا مشكله السنوز لكن كلينيكلي مش قلقان ان يكون في سنوز اوكي؟ نبص بقى سريعا في الجديد بقى البوبلر طبعا زي ما اتفقنا الالترا ساوند في ممكن ال ال اللي بيستعملوا الفوبيا اللي بيستعملوا في السوبرفيش ستراكشرز اسمه ليديا فوب وده بيبقى في الاتر ساوند في عندنا نوعين من ال يعني او مش نوعين زي ما اتفقنا احنا على حسب الفريكونسي بتاعة الفايبريشنز اللي بتحصل دي خلاص تحصل حاجه من دي كل فريكونسي يعني البنتريشن هيبقى اقل لكن الصوره تبقى اوضح. يعني ايه؟ يعني ايه هذا الكلام؟ يعني لو الفريكونسي بتاع البروب ده عالي زي مثلا البروب زي السوبرفيشال بروبز دي بتبقى من 7.5 ل 11.5 تقريبا ميجا هرتز. فدي لو اي حاجه تحت الجلد مثلا ثايرويد باروتيد باسل او حاجه زي كده هيبقى موضوح قوي. لكن كل اللي هبقى شايفه يا دوبك هو منطقه صغيره تحت الجلد. بنتريشن قليل لكن ديتيلز على كتير. غير الكونفكس بروب اللي بستعمله غالبا منطقه البطن هتلاقي الصوره مش واضحه قوي خلاص لان الفريكونسي بتبقى فيري لو مثلا 3.5 ل 5 مثلا ميجا هرتز لكن البنتريشن عادي قوي بيوصل لغايه الليفر ولغايه الباك يعني او حاجات زي كده تمام الشكل البروب بقى ليه او كونفكس ده مجرد على الجيومتري
عشان بس ايه بط كبير سبيس كبير فانا عايز اشوف الكونتكست ده هي دي مساحه اكتر اشوفها مره واحده اعمل لو بيكون ليجر كده هو بس الحته دي مش جايه اوكي يبقى شايف اللينير كونتكست ده مجرد الاير اللي انا شايفها لك دي لكن الكامل بتفرق معايا الفريكونسي قد ايه هو ده هيحدد الديتيلز هشوفها اكتر وال يعني الكلاريتي اوف ذا ايمج والدبث اوف بنتيشن اوكي فتقريبا احنا هنستعمل هنا سيبارتيشن ستراكشر فاحنا هنا هنستعمل لينير برو اوكي 7.5 ملي هرتز و هنشوف ايه الباسكت ستراكشرز او السوبرفيشن ستراكشرز تمام لازم نحط جيل طبعا ناخد بالنا ان البروب ده كريستلز زي ما اتفقنا تمام فالكريستلز دي لو اتخبط البروب هيتكسر وهتحصل بقى ايه يعني هنا مثلا شايفين ابتدى ظهر البروب اتخبط او حاجه لكن هنا في حته مظلمه شويه اوكي فهي شغاله بس ليه بس هنا يعني هنا غير هنا صح؟ هنا معنى هنا في شويه كريستلز اتكسرت فناخد بالنا من البروب اللي هو ما اتخبطش تمام الصورة لا لا ما نجرب بس طيب الحاجة الثانية طبعا احنا هنا ده بالسكين ولا نشوف هنا طبعا تبتش في التحتية ماشي الحاجة اللي بعد كده لو عايزين نوضح الصورة هتلاقي في صورة اسمه جيم اوكي الجين ده فكرته ايه؟ احنا قلنا البروب بيبعت صوت وبيستقبل صوت. اوكي؟ فلو انا زودت الجين هزود الصوت اللي بسمعه بملوك البلد يعني. اوكي؟ فهسيب فيها صوره اتجلطت قوي. فلو شفت الصوره غامقه عايز تغيرها هزود الجين عشان البروب يبقى حاسس السنسيتي بتاعته اعلى. لو شايف الصوره بيضاء قوي مش شايف منها كويس هبوظ الجين عشان الصوره ايه؟ تبقى الصوره ضعف. اوكي؟ يبقى ده ايه؟ راح اتعلمنا عن الجين برضه. لازم نحط الجاف اذا في انترفيس ما بين البروب وال ولا حاجه كده بس احنا سيمبلي فانا علامه دي دايما بتكون زي زي الفايل بروفيس بتكون معدول دي عارفه اوكي العلامه دي بتبقى غالبا اوت سايد يعني ده لفوق لفوق او لبره ماشي فاحنا كان هنا علامه دي لبره يعني هي مش شفت دي طبعا انت عارف يعني انا سبت في الاكزامينشن بتاعي بعمل سكريننج من اول الفيتنج ارتري اللي هو في حاله البريكل بعدها على الانستموزس بسكرين البادي كله لغايه الايه الاوف ثرو ترانسفيرس ولونجينال هدور على لو في اي ثرومبوز جوه لو في اي استموزس لو في اي كريماسكولار كولكشن اللي هو ممكن يكون في مكونه اكسس او ثرو ثم ده بيروح على بعض بس وبعد كده نكسب الفلو ده متخصصه ممكن هنا شويه وهنا شويه هذه في السؤال شايفينها شايفين اي كومبريشن بختار يحصل بعض مع سلايد كومبريشن او كومبريست كومبريست طبعا شوفوا هنا انا خدت اوسع حته فيها زي ما قلت لك الهيوزن مع الكومبريشن صح؟ مفيش فرنسا بس هي مش فرنسا فولي كومبريسبل جيج بلاك صح؟ تبص حوالين تيسترا شايفين اي كولكشن؟ اي حاجه سودا حوالين تيسترا؟ كلها مصر صح؟ كلها مصر مفيش اي كولكشن؟ لا سول او خلاص؟ كولكشن هتلاقي ازاي؟ شايفين الاسم ده؟ اللي هو شفت البلاد كده تلاقي مثلا هنا ايه؟ حاجه سودا هنا جدا فاهم يا بلاد يا بس
نعم فاكر صوره بقى اليوم كليمر طبعا لازم نحرك كده كده مش عشان يتقفل في الايه البس كويس مش عارفين فيها ايه اي شكل باكتشن للخلف طبعا زي ما التفكتان هو السيطة ولا يتحسن شوية ممكن نشوف الأحيان اللون بره اللي بتاع نحس البيت كولر بيت مش مهم هو اللون اللي بيبقى بره البسل حاجة اسمها كولر بيت مش مهم اللي احنا شايفينه شايفين الكلب كله يونيفورم صح؟ مش شايفين يعني محدش يقول على ده أليزنج أليزنج هو بتاعتي تيجي تفرد اللي كله قلنا لا مش أليزنج مجرد بس بتصير عالي شوية فما تدير بس الصورة كده لكن هو اللون اللي احنا شايفينه أحمر ميدي صح؟ يعني هو ميدي أحمر أو سبيرت كده شوية ده معناها ان كده ال النص دلوقتي في اتجاه فوق تمام لو قلبنا الناحيه الثانيه سوداء تيبيكال في الياس ده معناها هاي فلو معناها يعني طول هو لونه اصفر على اخضر على احمر ورق الياس الكلام ده الياس بتاع معناه ده بس بقول عايز اقول ان هو ده الياس داخل الفسفات هو هاي فلو هو مالتي كلر ده كل ده الياس احمر على اخضر على اصفر لكن ده ما يعيش الفسفات لان هاي فلو طبيعتها غفاف كده اخر حاجه بنحب ان احنا نعملها ان احنا نشوف بقى ايه ال الفيزنج ريت الاوكسي نحاول بقى ايه طبعا هو رسم اوريدي خلاص الويت فورس والثاني الاكسلريشن اوكي طالع 55 سنتي بير سكند اوكي طبعا هو فيها غلط هو يعني حاسس ان هو اللي بيمشي اعلى من 55
هنزيد وقت الفرق التقنية بس هي وهي يعني أحيانا ممكن يعملها أسهل من مانيوال يعني لكن هي وهي ثم بعد كده اختار فصل الدايمتر وليس أنفق تفكير أولا هو زد بس هجرة قولك الفلو 740 لتر في المنت 0.7 لتر في المنت يعني 750 مل لتر في المنت طيب بالنسبة لنا كده أهل كويس نعمل القصة دي ثلاث مرات نقوم الأفريج أو على رقم ده صح وده صح ممكن بس نزاب بالطريقة and that's it نقول لكورت هذا الكلام بس كده التعريف بتاعنا زي العين اللي احنا شايفينه كده الريجستر از بيتنت نوت كلوزز نوت كونكلوزز نو نو كولكشن الفلو سيلز الفلو كويس ويساوي كذا مش الشهر الجاي الدكتور ممكن يكون ثلاث شهور ان شاء الله لكن الفيزيكال اكزام اتليست مره في الشهر وشكرا كلهم اللي بس كده بس ازاي؟ ربما مشكلة لو حد